بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل محبي ومتابعي موقع مشروح في حلقة جديدة إن شاء الله. في هذه الحلقة أقدم شرحا بسيطا لبرنامج Advanced System Care في إصداره السابع. هذا البرنامج يعد ولا شك واحد من أفضل برامج الصيانة وتحسين أداء الجهاز وتسريعه، ولا يعلم حقيقة هذا البرنامج إلا من خبر البرمجة حقيقة. وتقديمي لهذه الحلقة يأتي مني تلبية لمجموعة من الطلبات لبعض إخواني وأخواتي من متابعي ومحبي مشروح. إذن هذه هي واجهة المترو الخاصة بالبرنامج في إصداره السابع. نقدم شرحا بسيطا للبرنامج وأدواته، ثم نرى من أين يمكننا تحميله بعد ذلك. سأطبق الشرح على النسخة البرو أو النسخة المدفوعة حتى يكون الشرح للجميع، لأصحاب النسخة المجانية وأيضا لأصحاب النسخة المدفوعة. ولن نتعمق كثيرا في الشرح، بل سنقف على وظيفة كل أداة لنوضح وظيفتها وكيفية استعمالها، وأيضا كيف يمكننا إجراء فحص بالبرنامج، كيف يمكننا أيضا تغيير لغة البرنامج إلى أي لغة نشاء من بينها اللغة العربية، وأيضا كيف يمكننا تغيير شكله في حال لم تنل واجهة المترو إعجابك وأردت إعادته إلى شكله الاعتيادي. إذا تلاحظون عندنا هنا أربع قوائم، الأولى خاصة بالكير أو العناية أو الصيانة، تجد فيها هنا الوظائف التي يعمل الجهاز عليها أو المهام التي يقوم بها. أولا تجد عندنا هنا أن الجهاز يقوم بإزالة البرمجيات الخبيثة، وتجد هنا أيقونة للإعدادات أمام هذه الوظيفة كما تلاحظون عند الضغط عليها يأخذك إلى صفحة الإعدادات. سنرى أيضا في الأخير كيف يمكننا الولوج إلى هذه الصفحة بطريقة مختلفة. كما تلاحظون هنا التأشير على وظيفة Malware Removal أو إزالة البرمجيات الخبيثة. تلاحظون هنا عندنا قائمتين General وأيضا Additional. في الجنرال عندك خيارين أو ثلاث خيارات، الخيار الأول يتعلق بتجاوز فحص الملفات التي تبلغ 10 ميجا بايت فما فوق. يمكنك أيضا أن تقول للبرنامج أن يتجاوز فحص الملفات التي تتجاوز 25 ميجا بايت أو 50 ميجا بايت أو حتى 100 ميجا بايت فقط بالضغط هنا كما تلاحظون، لكن أفضل تركه في الافتراضي وهو 10 ميجا بايت. أيضا هنا تحدد نوع السكان، عندنا نورمال وأيضا عندنا الهاي. لإجراء فحص أعمق بطبيعة الحال تختار الهاي. ثم هنا بالتأشير على هذه الخانة تقول للبرنامج أن يقوم بإزالة البرمجيات الخبيثة إلى الريسيكل بين أو إلى سلة المهملات. ثم هذا الخيار خاص بالنسخة البرو، غير متاح للأسف في النسخة المجانية، لكن عموما أنا لا أفضل استخدام البرنامج في هذه الخاصية أو لهذه الوظيفة المالوير ريموفل. أفضل استخدام برنامج المالوير بيتس لهذا الغرض. كما تلاحظون هذه هي أيقونته لأنه أكثر اختصاصا في مجال البرمجيات الخبيثة. هذا البرنامج سبق وقدمته في حلقات عديدة كما يعلم متتبعي الأفاضل والفضليات. أيضا عندنا هنا في البرايفاسي سويب بعد الضغط على أيقونة الإعدادات هنا يأخذنا كما تلاحظون مرة أخرى إلى صفحة الإعدادات. هذه الأداة بديلة لبرنامج سيكلينر الغني عن التعريف. كما تلاحظون يمكنك باستعمال هذه الخاصية تنظيف آثار التصفح وإزالة ملفات الكوكيز، أيضا تنظيف الملفات المؤقتة، لكن الأهم بالنسبة لي هنا هو التأشير على ملفات الكوكيز كما تلاحظون، لأنها تعد من أخطر الملفات التي تهدد خصوصية أي مستخدم، والتي تقوم المواقع بطبيعة الحال بتخزينها في جهاز المستخدم لاستعادتها عند عودة المستخدم لهذه المواقع. إذن يمكنك أيضا التأشير على باقي الخانات في حال ما إذا أردت ذلك، لا بأس من ذلك لفحص أعمق. لكن أيضا في هذه الخاصية الخاصة بالبرايفاسي سويب أنا أفضل استخدام برنامج سيكلينر. هذا البرنامج أيضا الذي سبق وقدمت طريقة تقويته وتحسين أدائه ليصبح أكثر قوة وليصل إلى ملفات أكبر، بحيث أضفنا إليه أكثر من 270 أداة. أيضا هنا عندنا Junk Files Cleaner في هذا الخيار، هذا الخيار لتنظيف الملفات المؤقتة والغير مهمة. يمكنك هنا التأشير على جميع هذه الخانات.
لتنظيف الملفات. هنا أيضا أنصح بالتأشير على خانة البريفيتش ثم تضغط على أوكي. أيضا لتنظيف سلة المهملات تقوم بالتأشير على هذا الخيار، ويمكنك أيضا التأشير على باقي الخيارات من بينها الكاش، أيضا الويندوز فانت كاش، أنصح بالتأشير على هذا الخيار أيضا. هنا هذا الخيار عندنا انترنت بوست، بطبيعة الحال هذا يعمل على ضبط بعض إعدادات الاتصال لتسريع الانترنت. أيضا هنا عندنا في الريجستري ديفراج هذا الخيار، كما تلاحظون بمجرد الوقوف على أي خيار يعطيك معلومات معينة عن الخيار أو عن الوظيفة. كما تلاحظون عند الوقوف على ريجستري ديفراج يقول لنا بأن هذا الخيار من أجل تحسين إعدادات الريجستري. أيضا عندنا هنا في سكيورتي ديفنس هذا الخيار من أجل محاربة البرمجيات الخبيثة للحماية. وهنا عندنا هذا الخيار من أجل إصلاح بعض الأخطاء أو الثغرات الموجودة في ملفات التحديث التي يستخدمها الويندوز. ثم عندنا الريجستري فيكس، هذا الخيار لإصلاح وتنظيف سجل النظام أو الريجستري. أيضا يمكنك التحكم في إعداداته بالضغط على الأيقونة الإعدادات هنا بجانبه كما تلاحظون. هنا أيضا يمكنك تفعيل الديب سكان أو الفحص العميق في حال ما إذا كنت تستخدم النسخة المدفوعة، هذا الخيار بطبيعة الحال متاح فقط للنسخة المدفوعة. وهذا أيضا لتنظيف الملفات المؤقتة Junk Files Cleaner. هذا الخيار شورت كات فيكس لإصلاح أيقونات أو الاختصارات. وهذا الخيار عندنا في System Optimization لتحسين أداء النظام ككل. كما تلاحظون بعد الضغط على أيقونة إعداداته هنا تختار نوع المستخدم، هنا البيزيك أو الافتراضي، هنا عندنا في الديلي يوز أو الاستخدام اليومي للمستخدمين المنزليين، إنسان مستخدم عادي يستخدم فقط متصفحات وأنترنت وبرامج بسيطة. أيضا عندنا هنا في Top Performance مستخدم منزلي لكنه يشتغل على برامج ويشغل الجهاز في أعلى أدائه. أيضا هنا عندنا Office Work الناس الذين يعملون في مكاتب. وهنا عندنا السيرفر هذا للبروفيشنال يوز إن صح القول. تختار فقط نوع الاستخدام. ثم هنا عندنا في النيتورك اوبتمايزيشن تختار نوع الشبكة DSL أو خط لين أو مودم أو وايرلس. أيضا هذا الخيار لإجراء فحص للديسك أو القرص، لا يتيح لك التعديل أي شيء، لا توجد أيقونة إعدادات أمامه كما تلاحظون. وهنا الخيار الأخير هو لإلغاء تجزئة القرص كما تلاحظون. هنا بالضغط على هذا الخيار تقول للبرنامج أن يتجاوز إلغاء تجزئة الأقراص الأكبر من 1 جيجا بايت، لكن أنا شخصيا أفضل ترك البرنامج على الافتراضي. هذا الخيار يمكنك أيضا أن تقول من خلاله للبرنامج بأن يتجاوز إجراء تجزئة للقرص الصلب في حال كانت التجزئة مثلا لا تتجاوز 5% أو 10% أو 15%، يفضل تركه أيضا على الافتراضي. هذا الخيار 3% أو القيام بعملية إلغاء تجزئة دائما. إذا أحد هذين الخيارين الأول أو الثاني هما ما أنصح بهما. أيضا يمكنك تفعيل الديب سكان أو الفحص العميق في حال ما إذا كنت تستخدم النسخة البرو. بعد ذلك تضغط على Apply ثم OK. هنا بالضغط على Select All يمكنك إما التأشير أو إزالة التأشير على جميع هذه الوظائف كما تلاحظون. لكن في حال ما إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة معينة من البرنامج مثلا لإصلاح الريجستري أو أخطاء الريجستري، يمكنني فقط أن أختار الريجستري فيكس وأضغط على سكان ليقوم فقط بإجراء فحص للريجستري دون أن يقوم بباقي الوظائف. وهكذا تختار الوظائف التي ترغب في أن يقوم البرنامج بالقيام بها ثم تضغط على سكان وتنتظر إلى أن يقوم بإجراء الفحص. أيضا عندنا هنا قائمة التول بوكس، هذه قائمة بالبرامج والأدوات المرفقة في البرنامج والتي يضمها البرنامج. كما تلاحظون يحتوي على مجموعة كبيرة من البرامج. الأيقونة الخضراء كما تلاحظون تجد أمامها نيو أو جديد للبرامج التي تمت إضافتها حديثا إلى النسخة. أيضا اللون البرتقالي يشير إلى أن البرنامج متاح فقط في النسخة البرو.
وباقي البرامج فهي مجانية، متاحة في النسخة المجانية، وأيضا سبق أن رأيناها في الإصدارات السابقة للبرنامج أو الإصدارات القديمة للبرنامج. كما تلاحظون هنا عندنا في الكلين هذا الأنستولر، هذا من أحد البرامج التي يتم تثبيتها مع البرنامج، وأيضا في برنامج مستقل يمكنك العثور عليه بالذهاب إلى Programs. ستلاحظ بأنه تمت إضافته هنا إلى قائمة إبدأ الخاصة بك مباشرة بعد تثبيت البرنامج. وكما تلاحظون هذا هو الأنستولر أو برنامج إزالة البرامج من جذورها، يمكنك استعماله لإزالة البرامج المثبتة على جهازك. فقط تختار البرنامج المراد إزالته، تقف عليه هكذا ثم تضغط على Disinstall أو Uninstall هنا، وهكذا مع باقي برامج وأدوات البرنامج الأساسي. هنا المالوير فايتر الذي سبق ورأيناه تكلمنا عنه لإزالة البرامج الخبيثة الذي سبق وتكلمنا عن وظيفته. هذا هو البرنامج الذي يستعمله Advanced System Care لإزالة البرمجيات الخبيثة، الوظيفة التي سبق وتكلمنا عنها كأول وظيفة هنا كما تلاحظون في الكير. أيضا عندنا Registry Cleaner، هو متاح فقط للنسخة Pro، لكن يمكنك استخدام كما قلت برنامج CCleaner أيضا لتنظيف الريجستري، أو يمكنك استخدام بعض البرامج المجانية المتخصصة في تنظيف الريجستري أو سجل النظام. أيضا عندنا هنا الديسكلينر، هذه الأداة تعمل على فحص الملفات الغير مهمة والغير ضرورية في النظام وإزالتها. وهذه الأداة فايل شريدر لإزالة الملفات نهائيا أو لتنظيف القرص الصلب كليا. يمكنك أيضا استخدامها في حال ما إذا كنت ترغب في حذف ملفاتك نهائيا، هذه الأداة ستعمل على تدمير البيانات. لا أنصح باستعمالها إلا في حال ما إذا كنت ترغب في بيع الجهاز. وهذه الأداة يمكن استخدامها على أجهزة أندرويد للهواتف كما تلاحظون. هنا أيضا عندنا في الأوبتمايز البرامج أو الأدوات التي يستخدمها البرنامج في تحسين أداء الجهاز، منها سمارت رام الذي يعمل على تحسين أداء الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي التي سبق وشرحت أيضا كل شيء يتعلق بها في حلقة كل شيء عن الرام، زائد طريقة التركيب رأينا أيضا كيف يمكننا تركيب الرام. هنا الإنترنت بوستر سبق ورأينا الوظيفة أو الخاصية، البرنامج يستخدم هذه الأداة لتحسين إعدادات الإنترنت. ستارتاب مانجر، هذا البرنامج يتيح لك التحكم في برامج بدء التشغيل مثل خاصية MS Config التي سبق ورأيناها في عدة حلقات، لعل من أبرزها حلقة تسريع إقلاع وإطفاء الجهاز إلى أقصى حد. أيضا عندنا هذا البرنامج الذي من خلاله يعمل Advanced System Care على إلغاء تجزئة الريجستري أو سجل النظام. هنا عندنا أيضا Smart Defrag أداة لإلغاء التجزئة، سنراها أيضا بعد قليل إن شاء الله. أيضا عندنا في الجيم بوستر، هذا البرنامج يمكن استخدامه من طرف محبي الألعاب، لكن سنرى أيضا كيف يمكننا تهيئة الجهاز لتشغيل الألعاب والبرامج الكبيرة دون الحاجة إلى استخدام هذا البرنامج من هنا، سنستخدمه من مكان آخر. وهكذا تجد هنا أدوات إصلاح النظام في روبر كما رأينا. يمكنك بطبيعة الحال أخذ فكرة أوضح عن هذه الأدوات والبرامج من خلال تغيير لغة البرنامج بالذهاب إلى هذه الأيقونة هنا، ثم بعد ذلك نختار Settings، بعد ذلك نأتي إلى هنا User Interface كما تلاحظون، ثم نأتي إلى هنا ونختار اللغة العربية، بعد ذلك اضغط على Apply أو تطبيق، ثم اضغط على OK أو حسنا. وكما تلاحظون فقد تم تغيير البرنامج إلى اللغة العربية، وهنا يعطيك فكرة أوضح عن وظائف هذه الأدوات والبرامج مثل استعادة المحذوفات في خانة الإصلاح أو الروبر، أيضا إصلاح الاختصارات التي سبق ورأيناها في الشورت كات. أيضا هنا هذا الخيار طبيب الأقراص، يمكنك من إجراء فحص أو تحليل للأقراص والملفات الموجودة في الأقراص.
أيضا هنا من البرامج الجميلة في هذا الخيار المتقدم تجد أداة فحص الملفات المتكررة التي يمكنك من خلالها إزالة الملفات المعادة أو المكررة في الجهاز للاستفادة من المساحة التي تحتلها هذه البرامج أو الملفات المعادة أو المكررة. أيضا هنا عندنا أداة فحص الملفات أو المجلدات الفارغة، أيضا أداة جميلة. هنا باقي الأدوات التي أترك لك اكتشافها. أيضا هنا عندنا في مضاعفة السرعة تجد هذا البرنامج أو الأداة التي تعمل على تسريع الجهاز، تسريع فتح البرامج والملفات. فقط تضغط هنا على تشكيل أو configure إن كان بالإنجليزية. كما تلاحظون هذا الخيار يتيح لك تحديد وضع أو بيئة العمل، وضع العمل أو الورك مود. أيضا عندنا هنا وضع اللعبة، هذا الخيار يمكنك استعماله في حال ما إذا كنت مستخدما عادي للجهاز. أما وضع اللعبة فيمكنك التأشير عليه هنا في حال ما إذا كنت تشغل برامج كبيرة وبرامج الألعاب التي تستهلك موارد الجهاز بشكل كبير. يمكنك فقط الضغط على وضع اللعبة ثم الضغط على التالي أو نيكست. ثم هنا يعطيك خيار تعطيل بعض الخدمات التي لا تستخدمها مثل دعم الطابعة التي سبق ورأيناها في حلقة سبورز، أيضا دعم البلوتوث إن لم تكن تستخدمه. أيضا هنا يمكنك تعطيل تحديثات الويندوز بحسب الخدمات التي لا تستخدمها أنت، يمكنك اكتشافها من هنا. ثم بعد ذلك تضغط على التالي. هنا يعطيك المزيد من الخدمات التي يمكنك تعطيلها من أجل تسريع النظام. ثم تضغط أيضا على التالي. هنا يعطيك بعض البرامج التي يمكنك تعطيلها أيضا مثل هذا البرنامج لا أحتاجه مثلا، الروكيت دوك هذا اللي في أسفل إن لم تحتاجه أيضا يمكنك الضغط هكذا. ثم تضغط على التالي أو نيكس ليتم تنشيط وضع العمل الذي قمت باختياره. بطبيعة الحال يمكنك الاستفادة من هذا البرنامج لتسريع تشغيل البرامج والملفات دون الحاجة إلى تشغيل Advanced System Care، فقط بالذهاب إلى Start أو دماغي ثم تختار Turbo Boost الذي تجد بأنه تم تثبيته تلقائيا على جهازك بعد تثبيت Advanced System Care. وهذا البرنامج Turbo Boost هو بديل عن برنامج جيت بوست الذي سبق وقدمته. هذا البرنامج أظن أن بعض متتبعي الأفاضل لا زالوا يذكرونه، برنامج شرحته في أكثر من حلقة. المبدأ الأساسي لهذه البرامج يعمل على تعطيل مجموعة من الخدمات، هذا الموضوع أيضا سبق وشرحته في حلقة تسريع الكمبيوتر بتعطيل الخدمات الغير ضرورية. هناك حلقتين، حلقة خاصة بخدمة سبوز وحلقة لجميع الخدمات شرحت فيها ما هي الخدمات التي يمكنك تعطيلها. وفي الخانة الرابعة والأخيرة من البرنامج هنا عندنا مركز المراجعة، تجد فيه برنامجين أساسيين المالوير فايتر برو وأيضا سمارت ديفراغ برو. يمكنك بطبيعة الحال شراء نسخة من هذين البرنامجين، الثمن مخفض بالنسبة لأصحاب نسخة البرو، فقط 5 دولارات للبرنامج الأول و 3 دولارات تقريبا للبرنامج الثاني. لكن يمكنك الاستغناء عن هذين البرنامجين، فكما قلت بالنسبة لهذا البرنامج مالوير فايتر برو يمكنك استعمال برنامج مالوير بيتس، وأيضا بالنسبة لسمارت ديفراغ يمكنك استعمال برنامج مثل برنامج ديسك سبيد اب الذي سبق وشرحته في حلقة إلغاء تجزئة القرص الصلب مع إشارة إلى معنى عملية إلغاء تجزئة القرص الصلب في تلك الحلقة. كما يمكنك الاستغناء عنه ببرنامج سمارت ديفراغ 2 الذي يتم تثبيته مع البرنامج أيضا بالذهاب إلى هنا قائمة إبدأ، ثم تجد عندك هنا سمارت ديفراغ 2، فقط تضغط عليه لفتحه. يمكنك إرساله إلى سطح المكتب أيضا بالوقوف عليه، ثم تضغط على Envoyer Vers أو Send To، ثم تختار بيرو أو ديسكتوب لتجده بعد ذلك على سطح المكتب كما تلاحظون سمارت ديفراغ الذي يمكنك من خلاله إلغاء تجزئة القرص. أيضا يمكنك الاستغناء عن مالوير فايتر برو بالمالوير فايتر العادي أو النسخة المجانية منه. كما تلاحظون أيضا يتم تثبيته تلقائيا في الجهاز بعد تثبيت البرنامج الأساسي Advanced System Care. إذا بقي لنا الآن الاطلاع على بعض إعدادات الجهاز. سبق وقلت بأنه يمكننا التحكم في الإعدادات من خلال الضغط على هذه الأيقونة ثم الذهاب إلى إعدادات أو Settings أو Parameters أيا كانت اللغة.
وكما تلاحظون أخذنا إلى إعدادات الجهاز وأدواته. ما يهمنا الآن هو واجهة المستخدم. هنا بالضغط عليها يمكنك التحكم في شفافية برنامج Advanced System Care في مدى شفافيته، فقط بتحريك هذه الخانة هنا أو هذا المؤشر هنا في الأعلى. أيضا كما رأينا يمكنك التحكم في اللغة من اختيار اللغة التي تشاء، مجموعة كبيرة من اللغات من ضمنها الإنجليزية والفرنسية. أيضا هنا يمكنك التحكم في شكل البرنامج، يمكنك إعادته إلى شكله الافتراضي أو الكلاسيك مود كما تلاحظون هذا الشكل المألوف لدى مستخدمي البرنامج سابقا. أيضا يمكنك اختيار اللون الأسود للبرنامج أو اللون الأبيض الوايت. ثم يمكنك أيضا بالضغط هنا على المزيد من الأغلفة الرائعة، يمكنك الحصول على بعض الأغلفة أو سكينز للبرنامج. ثم بعد أن تختار الشكل الذي تشاء فقط تضغط على تطبيق أو أبلاي، ثم تضغط على أوكي أو حسنا. وكما تلاحظون فقد صار البرنامج باللون الأبيض، وأيضا صار شفافا كما تلاحظون لأني تلاعبت في إعدادات الشفافية بحيث أصبحت البرامج الموجودة في الخلفية تظهر مثل كومودو كما تلاحظون عندي هنا. ولتحميل البرنامج يمكنك زيارة موقعه الرسمي كما تلاحظون عندنا هنا. رابط هذا الموقع أيضا تجده في التدوين على موقع مشروح.com. يكفي الضغط على اسم البرنامج Advanced System Care ليأخذك إلى هذه الصفحة. كما تلاحظون البرنامج يدعم عديد من نسخ الويندوز بما فيها 2000 XP Vista 7 وال 8. فقط تضغط هنا على Free Download لتحميل النسخة المجانية. بعد ذلك يمكنك إما شراء البرنامج في حال نال إعجابك أو الحصول على تفعيل له ثم إدخاله في البرنامج لتنتقل من النسخة المجانية إلى النسخة المدفوعة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه. للمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح. كما لا تنسى الاشتراك في قناتي مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتتوصل بجديد هاتين القناتين. وأدعوك للانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وجوجل بلس، كما أسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب. إلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.